صباح الفل والنور والدقله والحليب موني ورانيا، ما احلاكم اليوم، واحده في الابيض الاخرى في الاصفر، اجواء سيدي رمضان. وتحيه كبيره للي قاعدين يتبعوا فينا واللي التحقوا بينا في نسمع صباح الخير رمضان. دونك كيما تعودنا، دونك سله سله باش تكون مع الشيف ايمن البغانمي. صباح الفل شيف. صباح النور ايمن، شنو عمالك؟ وقبيلة فيش تعمل شيف لوج عليك، قاعد يختار في الخضرة الباهية اليوم. كنت يختار في الخضرة، نكمل في شوية شوية فيها بالحق لو نحكي، وكان يختار في الخضرة الباهية، خاطر اليوم المنيو تاع اليوم بازي أكثر على الخضرة. إن شاء الله اليوم معنا منيو باهي، منيو عربي. البارح أنت كلمتني على كسكسي، قلت خليني نعطيها كيف الصحة، خليت بشاوتي عايشك يا شيف يخليك فايم كسكسي. مازال البرزقان عندي، حبيت على البرزقان اللي مكبشة فيه هذيك قلت النص. طيب بالنسبة لليوم عنا سوب دو تومات. هنا ما حبيتش ما بيا كل ما أنا اللي موجود في السوق، كل ليغيوم ما نجمو نعملو منها سوب. ديما نحاول نعملو حاجة جديدة، حاجة معناها مش نوعه ناتوش معناها الشوارع. بالخضرة اللي موجودة في الدار موجودة في المراكوسية ما تحيرش بالموجود، معناها البارح بالقراع بالكرومب بالبروك لو بلوتو. اليوم سوب باش نعملوها، اليوم سوب تاع شربة تاع طماطم. باش نعملوا بطاطا في الفور معها صوص فروماج، باش نحضروا بيشاميل، باش نذوبوا فيه الفروماج والكسكسي. بالنسبة للكسكسي اليوم اليوم كسكسي بأذواق هندية. حاجة جديدة فقط هندية، الألوان هندية والجو تونسي. داكور. نشوف عنا شوش ورد، عنا زبيب، عنا طماطم معجونة، عنا حمص، شوش ورد، الهيل، زعفران، لاروس، ثوم، وبصل وفلفل وقرفة كالعادة، ما نساوش زيت زيتونة وشوية زبدة للكسكسي. بالنسبه للصوص فرماج نسحقوا بطاطا، دو شوان تاع فرماج نتاع بريزيدون كريستو، جوست شويه توماس سيشي، فوالا، وتكون الوحده نتاعنا حضرت، الرسيت نتاعنا حضرت. داكور. دونك شيف اليوم انت ديما بارتي، معناها معودنا كان عمل حاجه بيضه، راهو لا بلوبار تلقى الابيض، فما الروز، فما الاورانجي، اليوم يمكن احمر بارد شويه، معناها فرتين الطماطم موجوده في لي كومبوزونت الكل. باهي الطماطم اليوم موجوده على تروا كومبوزون، فما طماطم سيشي، طماطم فريشكا، وطماطم معجونه. المهم ياسر انه تكون الطاوله نتاعنا فيها الوان، فيها روح، فيها ابار نفس وابار كذا، فيها روح، فيها الوان اللي تخليك تشره على في شقان فاطمه، تشره حتى في القرفه ديجا قاعده نشوف فيها. دونك شويه اخر باش نذكروا اكثر بالمقادير اللي باش نستعملوهم في غوسيت اليوم موني ورانيا. انتم زيد شويه اخر حضروا الورقه وستيلو باش نبداو نقيدوا في المقادير تاع غوسيت اليوم مع الشيفي وعلى سيدي بوزيد. معناها كنا نحكيو ابن علوش تاع سيدي بوزيد، الدليع تاع سيدي بوزيد، التفاح الموجود غادي يقولوا زيد نحكيو، حتى نبعدوا شويه في المنطقه ديك تفاح سبيبه، لكن تقعد ديما الاشكاليه الثروات هذه الفلاحيه، تقعد المشكله فما مسالك التوزيع والا فتح اسواق اخرى للخارج. ان شاء الله تتحل الامور، خاطر بلادنا معبيه بالخيرات وسورتو شاهدتونا برشا في العلوش نتاع سيدي بوزيد، وكان ذوق معناه الدلاع نتاعهم يا موني بنين برشا برشا. اليوم نكملوا باش نحكيوا على الماكله اللي اكيد مع شيف باش تكون صحيه وباش تكون سيسه على المعده، نحافظوا معناها حتى على الفحات ما نحطوش برشا ان بون دوزاج. دونك نذكروا بالمقادير لونتري لوليني، عندنا الشوربه، شوربه الطماطم. قبل هذا ايمان، احنا من اول ايامات سيدي رمضان نحكيوا على حاجه تكون خفيفه، حاجه ما تقلقش المعده، معناها ماشيين في نفس الموضوع، كونه لازم في رمضان معناها تكون دبارتنا دباره خفيفه على المعدة وعلى الجيب التونسي زاد. واضح. بالنسبة للي قاعدين يتفرجوا فينا في الدار يحبوا يقيدوا الغوسيت نتاع السوب بالطماطم، الحق أنا أول مرة نسمع بها. شنو هي المقادير؟ بالنسبة للمقادير عندنا 20 غرام ثوم، 5-6 ترونشات نتاع توماس سيشي، طماطم مشيحة اللي قلنا المرة اللي فاتت رانا نجموا نشيحوها حتى وحدنا في الدار. 800 غرام طماطم فريشكا، وشويه بصل. هذه هي بالنسبه للرسيت نتاعنا تاع اليوم، وما ننساوش الحبق بالطبيعه اللي باش يعطينا البنه نتاع القوم تاع الطماطم، البويون تاع الدجاج، والا نتاع الخضره. معناها نتاع الخضره اللي يكون هو باش يكون الماء نتاع
قرع اخضر بصل معناها سنه ثوم وريق قرند، هذا معناها البويون تاع الخضره. بالنسبه للبويون تاع الدجاج كيما 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 ديما نقولوا عليها كركاس. بالنسبه للونتري، بالنسبه للبطاطا باش ناخذوا كيلو بطاطا باش ناخذوا 70 غرام زبده 70 غرام فرينه وإتر حليب للبشاميل، باش ناخذوا شويه باش ناخذوا الفرماج نستحقوا كركم لل هوني الفرماج اللي باش نستعملوه بالنسبه لماكلة اليوم لو كيستو باش نستعملوا دو ولا ترو فرماج ايمان اليوم بعد باش نزيدوه معناها الفرماج رابي فرماج كيستو كاري معناها الفرماج اللي عنا نجمو نستعملوه هذوما معناها اللي باش نستعملوهم في الصوص اللي باش تكون موجوده مع البطاطا مع البطاطا. بالنسبه للبطاطا نسحقوا معها شويه كركم شويه ملح شويه فلفل ابيض باش نقصوها دي كارتي باش جوست نفوحوها ونبعثوها للفور باش تعطينا لاسبي كروستيوم باش تعطينا لاسبي تقرمش كعبه البطاطا تبدا تتقرمش من برا وصحيه معناها في الفور بعدنا على المقلي. بالنسبه للمقادير بالنسبه للكسكسي بالنسبه للعلوش حسب عدد الاشخاص معناها ثلاثه اربعه بترونش معناها انا خذيت اليوم كات ترونش اللي اللحمه اللي اباني اللي باش تبنن الكسكسي تعرف اللي اللحم كيما العلوش كيما البقلي فما دي بارتي سبيسيال لكل الماكله دونك هوني في الكسكسي انا ابان بارتي في العلوش اللي تمشي مع الكسكسي مثلا تمشي مع الكسكسي هي لحمه الكرومه لحمه المعنى المسلين والفخلط زاده هذوما معناها سورتو السوري نتاع العلوش معناها الفاره تاع العلوش هذيك هي تعطيك معناها داكوغ دونك والمقادير اليوم حمص طماطم شوش ورد حمص طماطم شوش ورد باش نستعملوه في حاجتين اللي هو في الكسكسي وفي لا في الكسكسي وفي الصوص داكوغ انا مش فوحوا من العلوش مش فوحوا من الكسكسي زعفران غادي ناخذنا زعفران ملحي روس ثوم قرفة باتوني وشوية بصل وشوية فلفل. دونك سي بون اللي قاعدين تفرجوا علينا الكل سي بون المقادير عندكم بيان سور إذا كان نسيتوا حاجة ترجعوا للسيت نتاعنا نسمع كويزين بيان سور ما نجموش نقعدوا نحكيوا على الماكلة من غير ما نحكيوا على الرياضة تو سويت في نحكيوا فيه وضحية لضيفتك وقت اللي نحكيوا على حاجة صحية جوست على البسيسة كي قالت يمكن ما فماش سكر اسكو زيد نجموا نستعملوا العسل نعوضوه باش تكون صحية؟ والله الحقيقه تنجم بيان سور تعمل العسل انت تعوض السكر بالعسل اما مع البسيسه ما نعرفش ما جربتهاش انا جربوها باهي دونك نرجع مع الشيف نكملوا نحكيوا في سلاسل ولا تحكي على العسل الشيف بربي كيفاش نعرفوا العسل معناها حر ولا مش حر والعسل الباهي كيفاش نفهموا فيه معناها كيفاش العسل حر لما تشوفوا بالشهاده نتاعو ما نجموش يجيبوا لك هكا عسل في واحد ويحط لك شويه شاهد ويقول لك لا فما الجو يفرق الجو يفرق بين العسل معناها العسل معناها الصناعي شنو الفرق في الجو باش نفهموا برشا خاطر يمكن الموسم زاد جاي بعد الربيع العباد تحب العسل تستعمله في اكلات صحيه والا تشربوا الصباح معناها صحي برشا اما ما نعرفوش نفرقوا معناها بين العسل الحقيقي ولا يبين 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 الجو نتاع السكر وقت يولي موجود وقت يكون موجود في العسل الصناعي يبين سكر معناها حلو برشا يبين ابار الحلو برشا الجو نتاع السكر يبقى ظاهر والجو نتاع العسل يبقى ظاهر معناها جوست انت تذوق حتى لو كان يخلط معناها اون بارتي معناها في باش يحاول يغش يخلط بارتي نتاع عسل معناها عسل حر بارتي نتاع عسل صناعي يبقى ظاهر الجو ويبقى الفرق واضح كبير عنده منافع كبيره برشا. نرجع للمنيو نتاع اليوم دونك بدينا بالسوب اللي بالطماطم لقيت الطماطم الشيحه نفختها في الماء الطماطم الشيحه حطيتها شويه في المسخون اما قبلها حطيت الطماطم تاعنا حطيتها نحيت لها البيدون كلي معناها نحيت لها الوحده التلاليه نتاعها الزريعه بلاص الزريعه نتاعها حطيت قطع مقطوع في الخشم علاه قطع مقطوع؟ هاو باش القطع المقطوع حطيتها في الماء سخون وبعديك خليتها لمده 20 ثانيه وبعديك نحيتها بردتها باش نجم نقشرها وهكا القطع المقطوع حطيناه باش كي نقشروا الطماطم. القطع المقطوع طلع افيكاس برشا. طلع افيكاس برشا في الطماطم. الطماطم ذكرتني في الاحد الرياضي قبل معناها بروموسبور بلانيت. الطماطم الشيحه
حطيناها في شويه مسخون بجوست باش نجمو قصاها وسايب سايب الجوم تاعها تاو جوست باش نحطوا شويه زبده باش ندي ماريو صفر لها شويه زيت زيتونه باش ندي ماريو طماطم تاعنا الطماطم اللي باش نحيوها باش نحيلها الماء تاعها باش نفرغوها من الماء تاعها قبل ما نستعملها وان شاء الله تاو لما جوست نحضر لي زانغريديون تاعها وندي ماريو مع بعضنا ونشوفوها كيفاش معناها حاجه جديده هذه اللي بالطماطم والطماطم معناها فيها برشا منافع ومضاده للاكسده ونفع برشا للبدن دونك والنوع في رمضان حاجه صحيه خفيفه على البعض مش لازم تكون كل شيء متوفر في الفريجو باش تنجم تعمل سوب تنجم حتى بالانغريديون واحد تنجم فما ليش يقول لك انا في توسكي فريجو نبعد عليه خاطر المطعم والجو والبنه مش كيما تبدا حاجه فريشكه كيما دخلت للفريجو نحكيو على الفريجو نحكيو على الكوجينه parmi les accessoires الموجودين في الدار وفي الكوجينه الحنفيات اسبيبل فما عبيد اللي تتفنن فيهم وابدعوا المصمم لي ديزاينر برودوي فيهم على ذاك اليوم هذا هو موضوعنا في دافيك موني بون تنشوف لك مختص في النحاس لكن اليوم باش نحكي اكثر على اختصاص الطبخ مع الشيف أيمن البوغانوي دونك اليوم حاجة سبيسيال اللي هي السوب بالطماطم قلنا اللي طماطم فيها برشة برشة دي فيتامين سورتو كي نسيمو كي نشقو فترة عليها وموا تروينا سا إدغات كمام الكور الكل وسا إدغات لابو دونك شيف نكملو نواصلو غسيت الطماطم اللي عملت لها القطع مقطوع ونحيت لها قشورها نحبين نحيو البيباني فيها القلوب نتاع الطماطم جست نحيو جست نحيو القلوب باهي لهنا باش ناخذو نحطو شويه زيت سخون انا ديما نحب نستعمل زيت زيتونه في بلاصه الزبده بورتون زبده انا تعطي برشا مزيان بنن حطيت شويه زيت سخون باش نحط شويه بصل بصل زيد ما نحرقش نقليه برشا خاطر ما تعرف مش ما يحرقش يحرقش الخضرة باهي نخلي الزيت جست نعرجوه شوية في ال نحطوا شوية طماطم معجونة شيحة طماطم شيحة تعرف شيف قداش رجعوا لها الطماطم الشيحة وصنعت ديغنيغمون فما عندنا حتى معامل تونسية يشيحوا في الطماطم ويعملوا في الاكسبورتاسيون معناها لإيطاليا وبرشا نساء رجعوا معناها ساعات كي تدور في السوق تلقاها شيحة نساء اللي تعول يحبق الورد وين كسرني لك ريما الأغنية دونك الطماطم الشيحه شاف دونك رجعوا نساء يعولوا وياخذوا منها والا يمشيوا لما تعاولوا يشريوا منها طماطم الشيحه يقول لك ماذا بيا انا نستعملها سورتو كي تبدا في الموسم نتاعها في الصيف صحيه برشا على دوره الشتاء وانت شاف قبل قلت اللي نجموا نعملوها في الدار اللي ما عم يبدا فيها ابارتمون فمش صح ما نجمش نشيحها على الطريقه الطبيعيه كيفاش نشيحها؟ نجم نشيحها في الفور 30 درجه انا في العاده نستعمل الفور نخليه يسخن بعد نطفي الفور ونخلي الطماطم تشيح الطماطم نقص على زوز كما عملت مع الطماطم هذه معناها ما غير ما نحيلها البوم تاعها جست نقص على اربعه ولا نقص على زوز نحاول نفرغ لها شويه من الماء تاعها وبعد ذلك نحطها في الفور من غير ما نملح باش نفوحها شويه ملح شوي فلفل ابيض وشويه كتيل شويه زعتر نجمو ما نعملوش الملح نعملو زعتر الملح باش لازم الملح خاطر هي اللي تخليها تخرج الماء اللي فيها داكوغ هي تخليها تخرج الماء اللي فيها مع انها تكون في الفور على 30 درجه تشيح معناها تشيح كانك حاطها على الشمس داكوغ دونك تشرب سخانتها وتشيح دونك طريقه جديده تنجمو انتوما من توا تبداو تعملوا فيها الطماطم الشيحه في الدار سورتو كي تبدا في وقتها معناها في الصيف ماهيش من البيوت المكيفه طبيعيه دونك حاجه بيولوجيك وبنينه 100% واصلين معاكم في نسمة في صباح الخير رمضان لكن تو سويت موجز الاخبار راجعين معاكم مرحبا رانيا محليهم اجواء العمره اللي قاعدين نتبعوا فيهم في سيدنا رمضان كيف اليوم معناها طلعت على اخر الاحصائيات اللي ديغني شيفر انه لو ديغني شيفر سلون لي ستاتيستيك 14.6% هي نسبه النمو لحركات السفر بيان سور مطار تونس كارتاج يترأس الصداره وبعد لقاو انتعاشه زاده بارابور للسنوات اللي تعداو
الجابوني لمطار جربه مطار المسير اللي نجم نقولوا بلوز موا الحركيه رجعت لحركه 2009 2010. ان شاء الله نقولوا عمر ميمونه اللي يتفرجوا علينا الكل كيف كيف في استقبال الجاليه التونسيه الموجوده بالخارج نرحبوا بهم اللي نجموا زاد يتبعونا على نسمة كويزين باش يشوفوا لي غوسيت نتاعنا المقادير الكل هذا اذا كان ما خلطوش على ليميسيون ولا ديكالاج اوغير. دونك نكمل مع الشيف لي زانغريديون اللي حضرناهم. شربت الطماطم شيف معناها بريس كملت شربة حضرت توا جوست جوست معناها باش نرحيوها. دونك كملنا احنا ذكروا انه حطينا قلينا البصل قلينا شويه بصل وطماطم شايحه شويه حبق حطينا الطماطم نتاعنا اللي نذكر اللي احنا حطيناها في شويه مسخون الحين القشره نتاعها وفرغناها من نتاعها بعد كده مرقناها بالماء نتاع دجاج ولا ماء نتاع خضره وفوالا خلينا سلسلة مع الحبق فوالا تبت سلسلة مع الحبق مده 20 دقيقه توا حضرت حطينا البطاطا الدوزيام مونتري باش نجموا حطينا البطاطا حطيناها قصيناها دي كيوب مربعات صغار وثم بطاطا اخرى قصيناها معنا ابراج حطيناهم في الفور فوحناهم حطيناهم في الفور. جوستمون باش نسالك موني معناها قاعده تخيل فيها كيفاش باش تطيب شربه جوستمون هي شربه الطماطم بالحبق. دونك كل مره معاكم نكتشفوا حاجه الشربه نجموا نعملوها برشا حاجه سورتو كي تبدا حاجه بالخضره تفيد. دونك ابار شيف الشربه بالطماطم ولا بالحبق شنو نجموا من الحشيش ان نفوحوا شربه سيدي رمضان؟ عندنا الكسبر عندنا نجموا نستعملوا الكسبر نجموا نستعملوا معدنوس كليل الشبت معناها ثم برشا الزعتر المرجلين. الشربه هذه بالذات شربه الطماطم اللي ما يحبوش الحبق والقوم تاع الحبق شنو نجموا نفوحوها ونخلوها كما هي؟ نجم تحط شويه نجم تخليها كما هي ديجا هي بالطماطم شايحه معناها ديجا باش تاخذ فيحه وتنجم بشويه زعتر في الاخر بالكل تنجم تحط شويه زعتر والا شويه زيت زيتونه بعد ما ترحي بعد ما تكمل ترحي بعد ما تكمل ترحي السوب تنجم تحط شويه زيت زيتونه في الاخر بالضبط. وشنو الانواع الشربه اللي تنجم تجي معاها كان شربه فريك ولا بالنسبه لها هي سوب دو طماطم معناها شربه الطماطم اكاهو معناها شربه الطماطم طماطم اكاهو ايمان انا قاعده نتعلم دونك قاعده انا زيدا مولي معناها قاعده نتعلم معناها كيفاش تبدا كونسونتري باش تبدا كونسونتري ولا بعد باش تولي ديبيي ما فهمتش اجاوبك شي رانيا بعدها في الميساج باش تشوفها كونسونتري ولا ديبيي في غوسيت اخرى قديمه شويه بالنسبه قال لي ما نعملك سوم كيكه حاجه واحده فينها شربة اللي قاعدين تفرجوا عليها تشهي لكن نعاودوا بالصوص اللي قاعدين حضروا فيها بالنسبه للبطاطا نتاعنا اللي بالنسبه للبطاطا انا حطينا تو البطاطا فوحناها حطيناها في الفور مش فوحناها شيء 200 درجه شويه زعفران شويه كركم مشان نحب الكولور اغمق اكثر بالي دوغي اكثر عطيت دو كولور معناها خدمت شويه البطاطا اللي قصيناها ابراج عملناها بالفلفل الاحمر وشويه زعتر وشويه ثوم شويه ملح وشويه نواد مسكات هو حب الحليبه حب الحليبه حب الملوك نواد مسكات وحب وبعديك حطينا البارتي الاخرى من البطاطا حطيناها بشويه زعفران شويه ثوم وبعثناها من الفور نطبع شويه زيت معناها باش يكون الملونج موجود والصوص اللي حضرناه خذينا من فرماج من الفرماج نتاع كايا قاسم غابي فوندون بريزيدون زاد عندنا الفرماج اللي موجود عندنا معناها حضرنا بشاميل 70 زبده 70 70 فرينه اتر حليب كملنا حضرنا الصوص بشاميل نتاعنا بعديك حطينا فيهم الفرماج وهي ما زادت سخونه معناها قبل ما نجبدها على النار. دونك بالنسبه للجبونات اللي حطيناهم شيف دونك عندنا فوالا حطينا الفرماج فوندون عندنا بريزيدون لو كويستو وعنا اليمونتال الغابي فونتون وعنا قيصر غودا غودا. دونك الميلانج هذايا ان اتوندون باش نرجعوا للصوص والبطاطا اللي قاعده تيب في الفور نجم نقولوا اليوم 21 ماي هو اليوم مش اليوم العالمي لانه في 21 جوان شهر يفصلنا على اليوم العالمي لليوغا اللي لو ان يو قررت انها تعلن عليه دوبوي 2014. اليوغا العالم الصحه والفن الجديد او الرياضه الجديد باش نتعرفوا عليها اليوم باكثر تفاصيل. حاجه تجاه في سوق بنزرت وانا كل ما نمشي لبنزرت
نلقى في حاجات ياسر بنينه وياسر تشهي. ديجا اللي يسمعوا فينا ولا قاعدين يتفرجوا علينا توا عندهم في الرفراف البطاطا الرفرفيه موني الرمليه اللي تقاها فيها بالرمل معناها نتاع الرمل فيها بن تخي سبيسيال. عندهم حتى البطاطا الحلوه العلوش ولا البقري مثلا منطقه راس الجبل معروفه به البنزرت هي بيدها الحوت اللي عندها وابن حنشه موني نجم تذوقها بتكون موجوده كان في بنزرت. دونك تحيه للي يتفرجوا فينا في بنزرت نجموا تتفاعلوا معنا وتعطيونا لي غوسيت لانه المطبخ البنزرتي غيش برجع على السيت نتاعنا مولودنا جديد نسمع كويزين. نرجعوا للشيف ايمن البغني السوب نتاعنا حضرت بعد باش نحطوها في بلاصتها. البطاطا نتاعنا ديجا في الفور قاعده تاخذ في وقتها تتحمر البطاطا وحضرنا لها الصوص بشاميل نتاعها. دونك قاد الكسكسي صوص فروماج مش صوص بشاميل. فروماج الكسكسي كنشوف كيما هنا ايمن حكينا في لي زانغريديون تاعنا عندنا برشا بصل. استعملنا بصل قليناه قصيناه بجويد قليناه حطينا معاه شويه فلفل زينه شويه كركم شويه ثوم شويه تابل. نكملوا المقادير الكل شيف عفوا اللي باش نقول لك نكملوهم قبل في هذا الصحيح لانكم جيبوا ورقه وستيلو لانه حان مو توقيت موجز الاخبار وراجعين معاكم على نسمه.